عايزاكم تاخدوا نفس وتصلوا على النبي وتستعدوا للي جاي، عشان اللي جاي مختلف وجديد عن اي مرة كلمتكم فيها زي اللي حصل في السنين اللي فاتت. يلا بينا. ترا، اتمنى تكونوا لسه شايفيني بعد ما حطيت كل الزمزميات دي. المره دي غير السنه اللي فاتت، المره دي اشكال وانواع واحجام مختلفه كنوع من انواع التجديد. زي ما شفتوا من عنوان الفيديو، الفيديو النهارده هيكون ريفيو لتقريبا 30 نوع من الزمزميات. زي ما انتم شايفين اشكال كوبايات زمزميات، حاجات هنا شكلها غريب وجديد اول مره اتكلم عنها، هنتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله في الفيديو النهارده. بس قبل ما ابدا ما تنسونيش لايك شير كومنت سبسكرايب يوتيوب شانل ودوسوا على جرس الاشعارات. قبل ما ابدا الفيديو، دايما بحب اعمل الموضوع ده وعملته السنه اللي فاتت في الفيديو بتاع السنه اللي فاتت بتاع الزمزميات، هسيبه لكم هنا برضو عشان لو حابين تاخدوا فكره عن انواع الزمزميات. بس في ملحوظه مهمه، لما تشوفوا الفيديو اللي هحطه هنا ما تقولوليش لبنى احنا مش لاقيين النوع دوت، لان اكيد هو من السنه اللي فاتت، مش عارفه اذا كان هيبقى لسه موجود او لا، ممكن تلاقوه وممكن لا. بس الحاجه المهمه اللي عايزه اقولها قبل ما نبدا الريفيو، خصوصا في الزمزميات البلاستيك، لو مش مكتوب عليها بلاستيك 5 او بي بي اف 3 نعمل ايه يا لبنى؟ هل نستخدمها ولا ما نستخدمهاش؟ ايوه ينفع نستخدمها، لان اي نوع من انواع الزمزميات اللي موجوده قدامي انا جايباها من اماكن موثوقه. لما بييجوا يشتروا حاجه مش هيجيبوا حاجه غير لما تكون داخلة مصر بترخيص من وزارة الصحة، فأي نوع من دول هينفع ان احنا نستخدمه. طيب نستخدمه بطريقة آمنة اكتر ازاي؟ زي ما انا بعمل، سواء كان بلاستيك 5 او مش بلاستيك 5، 3 لـ4 شهور ماكسيمم وغيروا الزمزمية البلاستيك، عشان البلاستيك مع استخدامه وتكراره ممكن تلاقوا شوية بيعمل ريحة. انا شخصيا بعمل كده مع احمد ابني، وبعمل مع حاجتي انا شخصيا كده، كل 3 أو 4 شهور لازم اغير شكل الزمزمية ونوع الزمزمية كمان اللي انا بستخدمه. دي كانت ملحوظه مهمه لازم اقول لكم عليها، وهفضل اقول لكم عليها ان شاء الله في كل فيديو من فيديوهات البلاستيك، سواء كانت زمزميات او لانش بوكسز. يلا بينا نبدا على طول ونشوف الانواع اللي موجوده معايا في الفيديو بتاع النهارده. المره دي انا هتكلم والحاجه موجوده، مش هنفضي الدنيا، عشان بصراحه شكلهم حلو قوي ومغري جدا، تحس ان انتوا نفسكم يكون عندكم كل الحاجات دي. اول نوع معايا هبدا بيه انا هنا، دي ايدي اليمين، مش عارفه اذا كانت باينه لكم اذا كانت دي ايدي اليمين ولا لا، بس دي ايدي اليمين، فهنبدا من اليمين. اول نوع واول شكل من الزمزميات جاي منها 4 ألوان مختلفة بـ4 أشكال مختلفة، يعني كل شكل بلون. اللون الموف مش عارفة اذا كان ده دبدوب ولا ايه، وفي هنا لون الاورنج على شكل كلب، واللون البينك تقريبا زي ارنوب او قطة، واللون البني على شكل دبدوب. هو مش مكتوب عليها اذا كانت بلاستيك 5 او لا، بس وانا بفتح الغطا بتاعها من جوه لقيت ان مكتوب عليها بلاستيك 5، فما تقلقوش. كمان مش مكتوب عليها الساعة اللترية بتاعتها قد ايه، فانا مش عارفه الساعة اللترية بتاعت الزمزميه دي هتكون قد ايه، بس الصراحه هي تقريبا من لتر لاكتر من لتر شويه. زي ما انتم شايفين الشكل الخارجي ليها ايد بلاستيك بتتحرك فوق وتحت، ولما تيجوا تفتحوها هتلاقوا الاول في لوك لازم ننزله لتحت، وبعد ما ننزله لتحت نضغط هتلاقوا الزمزميه فتحت معاكم. بعد ما تلاقوا الزمزميه فتحت هتلاقوا جزئين ينفع نشرب منهم، يعني طريقتين نقدر نشرب منهم من نفس المكان، هي مش متقسمه. مكان نشرب منه على طول، تقدر تحط زمزميه على بقك وتشرب على طول، او مكان تقدر تسحبه كده هو هتلاقي ان هو شاليمو، وليه جزء الشاليمو بتاعه جوه الزمزميه، وتشرب شاليمو من غير ما تجيب الزمزميه كلها على بقك، عشان طبعا هي زمزميه كبيره. بالنسبه لمحتويات الزمزميه من جوه، لما نيجي نفتحها من جوه هنلاقي ان جاي معاها كذا حاجه. هنلاقي جاي معاها سيليكون او حلقه سيليكون، المفروض ان هي بتتحط في الغطاء بتاع الزمزميه عشان تمنع التسرب بتاع الميه، ده الهدف الرئيسي من السيليكون اللي انتوا بتشوفوه ده. اوعوا ترموه يا جماعه، لازم تحطوا الحلقه دي داير ما يدور في الغطاء او في ظهر الغطاء بتاع الزمزميه. وانا بقى بشوف ظهر الغطاء لقيت مكتوب عليه ان هو بلاستيك 5، فمن هنا عرفت ان الزمزميه دي بلاستيك 5، بس هم مش كاتبين بره، هم كاتبين جوه. كمان
كمان جاي معاها جزء الشاليمو اللي بيتركب، كمان جاي معاها ستيكر كيوت قوي ومطرقع خالص. وعلى فكره كل شكل من الزمزميات جاي فيه شكل مختلف من الستيكرز عشان تقدروا تلزقوه على الزمزميه في المكان اللي يعجبكم بالطريقه اللي انتوا عايزينها. كمان جاي معاها حبل بيتعلق من الناحيتين دول اللي انتوا شايفينهم زي ودنتين كده في كل اتجاه من الزمزميه، بيتعلق منهم زي كليبس كده يتعلق من الزمزميه في الجناب عشان نقدر ان احنا نشيلها او نلبسها كروس او كده، خصوصا الاطفال بيحبوا قوي الحركه دي. بس للامانه البلاستيك بتاع الزمزميه دي شويه في الحبل، مش البلاستيك بتاع البادي او الهيكل بتاع الزمزميه. الحبل نفسه كان ضعيف ومش متظبط، مش عارفه يمكن تكون الشكل اللي انا فتحته كان كده، يمكن الباقي يكونوا كويسين. بس بصراحه الزمزميه لطيفه خالص، كيوت ومطرقعه، وشايفه ان هي مناسبه للاطفال جدا، اطفال لحد تقريبا 30-35-40 سنة عادي يعني يا جماعة عادي، ايه المشكلة؟ النوع اللي بعده بصوا هو جنبه على طول اهوت، وتحس ان هو نفس الشكل تقريبا، بس في شوية اختلافات. لما تيجوا تبصوا على الاشكال بتاعتها برضو جاي منها اربع الوان باربع اشكال مختلفة، دبدوب، باندا، استرونوت، واظن باندا تاني، يعني انا بصراحة مش عارفة، يعني كلهم تقريبا شبه بعض بس الوان مختلفة. شكلها كيوت ولذيذة برضو. السالترية بقى بتاعت الزمزمية دي مكتوب عليها هي دي 1000 ملي، او بمعنى ان هي لتر. نفس الكلام، مش هتلاقوا ان البلاستيك 5 مكتوبه بره، بس هتلاقوها مكتوبه جوه. طيب برضو الشكل الخارجي ليها ايد بتتحرك بلاستيك زي اللي فاتت، بس المره دي لما هتيجوا تبصوا على الشكلين هتلاقوا زي طريقتين برضو مختلفتين للشرب. اول طريقه تضغطوا هنا على اللوك يفتح معاكم، هتلاقوا شاليمو وشكله مختلف شويه عن اللي فات. والناحيه الثانيه لما تيجوا تلفوا الشكل ده لفوق هيفتح معاكو المكان اللي تقدروا تشربوا منه على طول، هو صغير قوي حتى اصغر من اللي فات. بس دي طريقة تانية، وانا شايفة ان دي احلى شوية، يعني مكانين منفصلين مش من نفس المكان، انا بالنسبة لي دي الطف شوية. ولما تيجوا تفتحوا الغطاء بتاع الزمزمية هتلاقوا ان محتويات الزمزمية من جوه شاليمو او جزء شاليمو اللي بيركب في الغطاء. وساعة لما قلت لكم ببص على الغطاء لقيت ان هو بلاستيك 5. كمان جاي معاها الشريط او الحبل اللي هو بيتعلق برضو من الناحيتين عشان نلبسها كروس، من الجزئين برضو اللي في الجنب هنا نقدر ان احنا نحطهم فيهم ونعلقها نلبسها كروس ايا كان. اطفال كتير بيحبوا الحركه دي، انا من وجهه نظري لطيفه خالص ومناسبه للاطفال. يعني لو هنتكلم جد ممكن تبقى حلوه قوي لحد اعدادي، بس والله والله يا جماعه انا بشوف ناس كبيره بتمسك الحاجات دي عادي جدا، والله كبار كسرين ال20 عادي جدا وبيمسكوا الحاجات اللطيفه دي. فانا مش بحب ان انا اايد قوي موضوع ان دي حلوه الابتدائي بس دي حلوه الاعدادي بس، ما تخلوش الامور كده. شوفوا البرودكتس اللي انا بقترحها عليكم وانتوا حابين تمسكوا ايه. انا من وجهه نظري اي حاجه من دول انا احب امسكها همسكها عادي، ما عنديش اي مشكله. طيب هنفصل شويه عن البلاستيك واكلمكم على الزمزميه دي. الزمزميه دي زمزميه استلس، هي لون واحد، انا بصراحه ما لقيتلهاش الوان تانية، ممكن يكون ليها الوان تانية انا مش عارفه بصراحه، بس اللي لقيتها كان اللون ده. الزمزميه دي تحفه، وبعد الفيديو ده لو خلصت انا غير مسؤوله عشان سعرها حلو جدا بالنسبه للي هي استانلس. زي ما انتم شايفين ده الهيكل بتاعها، السالتريه بتاعتها مش مكتوب عليها بس تقريبا 800 ملي، يعني ده توقعي مش هو ده اللي حاصل، مجرد توقعي ان هي تقريبا 800 ملي. لما تيجوا تفتحوها من جوه الغطاء حلو جدا ومحكم وفي الكاوتش اللي بيمنع التسرب، ومن جوه شكل الاستانلس حلو قوي قوي. وانا من وجهه نظري الزمزميه دي حلاوتها في شكلها وسعرها، سعرها حلو جدا مقارنة بأي حاجة تانية ستانلس انتوا هتلاقوها او تجيبوها في السوق. طيب هنيجي للصف اللي في النص دوت، وانا هحب امسك دي عشان انا حبيت اللون ده، وانا شخصيا اخدت خلاص الكوباية دي. دي مش زمزمية، دي كوباية. بس ايه حكاية الكوباية دي؟ تعالوا نشوف. جاي منها اربع الوان، ازرق، احمر، موف، واخضر. الكوباية دي من برة مكتوب عليها This cup is really cool، وهو فعلا really cool. هشرح لكم دلوقتي ليه هو cool، وبعد ما اشرح لكم هتقولوا لي في الكومنتس اذا كنتوا عايزين نعمل فيديو مخصوص بيها ولا لا، لان انا بصراحه مش هعمل الريفيو ده كامل عنها في وسط الفيديو ده، انا هعمل عنها فيديو لوحده منفصل تماما. المهم الشكل الخارجي بتاعها حلو لذيذ، هو مش مكتوب الساعه اللي تريها بتاعتها قد ايه، بس في الظهر لقيت مكتوب كام حاجه لفتت نظري. اول حاجه ان هي بي بي اي فري، وده لو انتم متابعيني كويس برده في المره اللي فاتت قلت لكم ان بي بي اي فري
بيساوي بلاستيك 5 ان ما كانش احسن منه. يعني انا بالنسبه لي اي حاجه مكتوب عليها بي بي اي فري بالنسبه لي انا كلبنا احسن من بلاستيك 5. طيب لما نيجي نشوف السلايد اللي فوق ده نيجي نشده كده لبره هيطلع لنا الشاليمو اللي نقدر نشرب منه. فانا شايفه ان هي سيفتي وامان لو انتوا صغيرين او حتى عايزين تستخدموا الكوبايه دي بطريقه سيفتي عندكم اطفال او ايا كان يعني اي عمر ايا كان. هو انا شايفه ان هي سيفتي لو فيها او جواها اي حاجه بس احنا نكون قافلينها كويس مش هتقع الميه والشاليمو متغطي هيفضل نظيف مش هيتوسخ. لما نيجي نفتح الكوبايه من جوه هنلاقي الشاليمو بتاعها اهوت ما هو هتلاقوه مربوط في الغطا نفسه. وببص لقيت في ورقه فيها انستراكشنز او تعليمات حبيت ان انا اقراها ويعني اتمعن كده فيها. واول حاجه لفتت نظري فيها هم اخر كام سطر dont use in microwave ما ينفعش ان احنا نحطها جوه الميكرويف خالص تحت اي ظرف وما ينفعش ان احنا نعمل فريز بلو ماينس 10. فانا استغربت كده شويه قلت ماشي هاند ووش اونلي يعني مش هينفع نحطها في الغساله بتاعه الاطباق او غساله المواعين ما ينفعش نسخنها فوق 70 سيليزيوس. طيب هو ما ينفعش نجمدها ما ينفعش نسخنها فقلت واي نوت ان انا اقرا الكلام اللي مكتوب فوق. لقيت اول حاجه والبنط العريض وانا مش واخده بالي اسمه فروستي ماج. انا بصراحه اول مره اسمع عنه يمكن يكون في حد اتكلم عنه قبلي انا مش عارفه بس انا اول مره اسمع عن الفروستي ماج ده. المفروض ان احنا بنحط الفروستي ماج ده upside down in the freezer اوكي كده اهو في الفريزر بالظبط upside down من ساعه لساعتين وبعد لما يسقع نشيله من الفريزر. الشكل اللي انتوا شايفينه ده يا جماعه الحاجات المكسره دي ده شبه اللي بيتحط في الايس بوكس يعني انا مش فاكره اسمه ايه دلوقتي بس اللي هو الجل ده اللي بيسقع وبيتحط في الايس بوكس او ان احنا لو احنا عندنا كدمات او كده ينفع نحطه على ايدينا هو نفس الجل ده. فاحنا المفروض ان احنا نقلب الكوبايه كده نحطها في الفريزر من ساعه لساعتين وبعدها نشيله من الفريزر ونحط المشروب بتاعنا ويفضل ان يكون بارد ويفضل محتفظ بالحراره شويه. انا بصراحه مش عارفه قد ايه بس مش كتير لان هو مش استلس عشان يحتفظ بيه كتير بس الفكره عجبتني جدا وعايزه اجربها واشوف هتقعد معايا كام ساعه هتبقى حلوه وناجحه ولا اي كلام. فعشان كده بقول لكم بعد ما شرحت اهو عايزه اقول لكم ان انتوا لما تقولي لي في الكومنتس انا لو ما قلتوليش لو انتوا مش حابين انا مش هعمل الفيديو بصراحه بس فكرتها خطيره يعني انا ما اعرفش في ناس غالبا بتشتريها عشان شكلها حلو يمكن يكونوا مش عارفين ان دوت ينفع ان هي تتجمد وينفع ان احنا نستخدمها نحط فيها مشروبات بارده. قلت اما اعرفكم المعلومات ديت ونقراها سوا عشان لو ما عندكوش المعلومه دي. نفس الكلام هنا انا نطيت صف بس عشان اقول لكم ان نفس الكلام هنا في الكوبايه دي بس كوبايه اكبر. يعني بصوا الكوبايه بتاعتي انا خلاص خدت الزرقاء بصوا الكوبايه بتاعتي دي الزرقاء ودي الكبيره اللي فيها الميرميد او عروسه البحر. فهي اكبر شويه فيها عروسه بحر بتكون من فوق هنا جايه ثلاث الوان اصفر واحمر وبينك وفيها جليتر بس بقى دي كول اكتر عشان لما تيجوا تضغطوا من تحت تيجوا تدوسوا تحت هتلاقوها بتنور بصوا بتعمل اضاءه كده لذيذه قوي ليها ثلاث درجات وفيها الدرجه دي كمان وفي الدرجه دي كمان تقعد تقلب كده انوار بالطريقه دي واخر واحده تقفل الانوار خالص. طيب ايه الفرق ما بينها وما بين دي؟ هو فقط الحجم هي نفس القصه هنفتح من جوه هنلاقي ان هي فيها نفس التعليمات واه صحيح في فرق كمان مهم جدا الشاليمو بتاعها خارجي يعني الشاليمو لوحده بره هو بيجي في كيسه كده وتفتحوه وتحطوه من جوه عشان في جزء زياده في البلاستيك بيبقى زي لوك كده عشان الشاليمو ما يقعش مهما نوقع في الكوبايه الشاليمو مش هيقع. لطيفه خالص لذيذه وحجمها اكبر وبتشتغل بنفس الطريقه بالظبط بس الصراحه انا مش عارفه ايه نظامها في يعني في وجود بطاريه وان هي تخش الفريزر انا بصراحه مش عارفه. انا هاخد دي عشان حجمها مناسب بالنسبه لي شكلها بالنسبه لي انا احلى انا دي حاسه صغنناتي خالص يعني بتاعت بنوتات صغيره او ايا كان انت لو حابه الشكل ده مفيش اي مشكله. وزي ما قلت لكم بصوا الشاليمو يتحط من هنا كده اهو فمهما توقعوا هو بيبقى زي لوك كده عمره ما هيقع منها. قولوا لي في الكومنتس رايكم فيهم انا شخصيا حبيت دي وقولوا لي برده اذا كنا نجربها ولا لا. نرجع تاني شويه للزمزميات البلاستيك. الزمزميه البلاستيك دي جاي منها لونين لون على ازرق كده رمادي واللون التاني احمر نبيتي يعني فاهمين درجات كده مع بعض وهي مكتوب عليها اصلا ان هي 800 ملي مكتوب على التدريجه اللي موجوده في الزمزميه ان هي 800 ملي. لما نيجي نقلبها هتلاقوا ان مكتوب عليها بي سي والمسلسل
مثلث جواه 58. انا بصراحه مش عارفه 58 ده اذا كان هيبقى كويس ولا لا، بس اعتقد 58 ده عشان لو بصينا الناحيه اللي جنبها هنلاقي ان هو ينفع يدخل المايكرويف. خدوا بالكم اي حاجه من دي ما ينفعش تدخل المايكرويف، مكتوب عليها ما ينفعش تدخل المايكرويف ما تدخلوهاش، هتبوظوا الكوبايه او الزمزميه. فهو مش وحش، ده كويس جدا، ده معناه ان احنا نقدر نعقمه جوه الغساله بتاعه الاطباق وهيستحمل درجه حراره عاليه لما نيجي نغسله. المهم ده شكلها، وهي ليها لوك كده بسيط لما تيجوا تدوسوا عليها تفتح على طول وينفع تشربوا منها على طول. هي مش شاليمو، هي زمزميه عاديه. ومحتويات الزمزميه من جوه فيها برضو السيليكون او الكاوتش اللي لازم نحطه في الظهر بتاع الزمزميه، كمان فيها علقه بينفع نعلقها في الطرف بتاع الغطا، واخر حاجه جاي معاها مصفه لونها ابيض كده. المفروض ان دي بتحوش مثلا التلج، او لو انتوا حاطين مثلا ورق نعناع كبير مثلا زي فريش كده، او اي حاجه انتوا مش عايزين هي توصل لكم وانتوا بتشربوا. بس انا شايفه ان استخدامها اكتر في التلج والورق بتاع النعناع بتبقى لطيفه قوي، وحاجه بتبقى لذيذه بصراحه. بكون حاطه تلج في الزمزميه، ما احبش ان انا وانا بشرب ان هو يطلع لي، خصوصا لو بدا يسيح ويبقى قطع صغيره. دي حاجه بصراحه كويسه جدا ولطيفه خالص. احنا مكملين في البلاستيك فايف، وهنيجي بقى المره دي للزمزميه دي. الزمزميه دي لطيفه خالص، جاي منها اربع الوان: بينك، موف، ازرق، واخضر. اخضر لونه كده اخضر ليموني، لطيف قوي اللون الاخضر بصراحه. هي مكتوب عليها هلو ماستر، والسعه الليتريه بتاعتها 500 ملي، وهتلاقوا ليبل تحت في الزمزميه مكتوب عليه ان هي بلاستيك فايف. الزمزميه بيزك خالص، الايد بتاعتها سيليكون، ولما تيجوا تفتحوا الغطاء هي مفتوحه خالص، ينفع ان احنا نشرب على طول. هي ازازه عاديه خالص، الماتيريال بتاعتها على فكره كويسه، بس بالنسبه لكل اللي معروض كل اللي انتوا شايفينه ده، البلاستيك ده اقل نوع فيهم للامانه. كلهم حلوين جدا، بس ده اقل نوع في البلاستيك. هل هو يستحمل؟ اه يستحمل، ما يقولش لا، بس ده اقل نوع فيهم حتى في السعر، ده ارخص واحد في اللي موجودين معايا النهارده. بصوا انا هتكلم عن الزمزميه دي بس للامانه هي لاست بيس، يعني انا مش عارفه اذا كنتوا هتقدروا تلاقوها يعني عند الصفحه اللي انا جبت منها ولا لا. لو ما لقيتوهاش شوفوها في المكاتب اللي حواليكم او في الاماكن اللي حواليكم. انا جبتها لاحمد، هي لاست بيس، كان في منها تقريبا 3 او 4 الوان، حتى كان في لون كنت فاكره كان لون موف، بس ما كانش عاجبني لون الموف بتاعها، فانا جبت الابيض، وكان تقريبا في رمادي كمان. المهم انا جبت اللون الابيض، هي على شكل ارنوب. لما تدوسوا على النجمه دي هتطلع معاكم الغطا، وهتلاقوا شاليمو يشربوا منه الاطفال على طول. انا بصراحه جبتها لاحمد عشان هي شاليمو على طول، ما فيهاش الجزئين والناحيتين، حسيت ان هو لسه كي جي 1 لسه صغير، مش هيبقى مدرك قوي للموضوع ده، وهيغرق نفسه، وهنخسر الميه اللي احنا رايحين بيها المدرسه، وهنبل هدومنا، وهتبقى كوارث. فقلت تجنبا لهذه الكوارث اجيب الزمزميه دي. المهم السعه اللتريه بتاعت الزمزميه دي 500 ملي، نص لتر تقريبا. لما تيجوا تفتحوا الزمزميه من جوه هتلاقوا الغطا بيتحط فيه الجزء بتاع الشاليمو، وكمان بيجي معاها ستيكر ينفع تحطوه بطريقتكم على مزاجكم وبكيفكم على الزمزميه، وكمان بيجي معاها برضو الحبل اللي ينفع نعلقه من الناحيتين اللي بيكونوا في الجنبين بتوع الزمزميه، عشان لو حابين تلبسوها كروس. فانا الصراحه مش عارفه لسه هنشوف هنعمل فيها ايه، هل هنلبسها كروس ولا هنخليها بالطريقه دي، يعني هو بقى ودماغه بصراحه انا مش عارفه. وبمنتهى الامانه هي مش مكتوب عليها اي حاجه سواء كانت بلاستيك فايف او غيره، فانا زي ما قلت لكم انا شخصيا هستخدمها بالطريقه اللي دايما اقول لكم عليها اللي هي 3 ل 4 شهور ماكسيمم، وبالنسبه لي الزمزميه دي هتكون اوت. يا رب بس ما تضيع ولا يجرى لها حاجه قبل 3 4 5 شهور اللي انا بتكلم عليهم. كمان برضو دي مش لاست بيس، بس انا جبتها من فتره وقلت لما اعمل فيديو زمزميات هكلمكم عنها، اكتشفت ان انا عندي اخر قطعه في البيت وما فيش منها تاني، فلو لقيتوها ابقوا هاتوها. ده شكلها، بلاستيك بتاعها رهيب. ليه انا جبت دي لاحمد؟ عشان بصراحه دي تكون سبير لو الارنوب ضاعت، ولو دي ضاعت مفيش، هودي بازازه ميه، مش هوجيب خلاص زمزميات تاني. المهم دي لطيفه قوي، السعه اللتريه بتاعتها 580 ملي مكتوب عليها، وكمان مكتوب تحت ليها ليبل مكتوب تحت ان هي بلاستيك فايف، فهي ممتازه جدا. الغطا بتاعها ستانلس، هي كلها بلاستيك، والبلاستيك بتاعها قوي واقوى على فكره من الزمزميه دي بمنتهى الامانه، اقوى من البلاستيك دي بكتير. وحلاوتها ان الغطا بتاعها ستانلس، يعني تقريبا بيحافظ كده على عمر الزمزميه عشان لو وقعت ولا حاجه على الغطا ما تتكسرش. وحلوه جدا، حتى وانا بوريها لكم في الفيديو كان جواها ميه، لان هو بيستخدمها وبيشرب منها اصلا. حلوه جدا، عن تجربه ممتازه، لو لقيتوها بجد هاتوها. هي بيزك خالص، ما فيهاش اي حاجه، ما لهاش اي رسومات، ما لهاش اي شيء، بيزك خالص. واظن في منها احجام، بس مش عارفه نفس نوع البلاستيك ولا لا، بس في منها احجام وهي خطيره بصراحه. لو لقيتوها انا بقول لكم هاتوها، انا شخصيا جبتها. طيب دول كلهم نظام زمزميات وكوبايات
مش عارف ايه وبلاستيك وكده. هنخش على نوعين يعتبروا دول هيكونوا انواع ترمس او انواع ستانلس او انواع عاليه، يعني ممكن نعتبر النوع اللي كلمتكم عليه دوت معاهم، بس دول بقى بنظام اعلى واحسن واغلى، وبصراحه سيستم كده يعني مش اي حد يقدر يستخدمه ومش اي حد مثلا هينفع ان هو يستخدمه. بس في ناس كتير قوي كانت دايما تسالني في الكومنتس، لبنى احنا عايزين حاجه بتحتفظ بالحراره لساعات كبيره، لبنى احنا عايزين حاجه الساعه بتاعتها حلوه كبيره وفيها احتفاظ بالحراره سواء بارد او سخن. انا لقيت لكم المطلوب دوت. هنبدا باول نوع فيهم، وهو الاثنين نفس الشركه، الاثنين نفس الماركه بس حاجتين مختلفتين. هبدا باول حاجه، انا لقيت منهم لونين، هو كان بينزل منها ثلاث الوان، لقيت منهم لونين، اللون الفضي واللون النبيتي. دي تعتبر ترمس وبيحتفظ بالحراره. هنبص على اللي مكتوب الاول على العبوه وبعدين هفتحها لكم. مكتوب ان هي تستحمل 36 ساعه ميه بارده، تستحمل لحد 60 ساعه ميه متلجه جواها تلج، وتستحمل 24 ساعه ميه سخنه او يعني مشروبات سخنه. الماتيريال بتاعتها ستانلس ستيل ودبل وول فاكيوم، يعني التغليف بتاعها من جوه دبل. بصراحه جباره رهيبه، ولما جيت افتحها لقيت ان هي الغطاء بتاعها هو عباره عن كوبايه، يعني مش بس ان هي ترمس او حاجه تحافظ على الحراره وبس، لا انا اقدر اشرب فيها في اي وقت في اي مكان. كمان مكتوب على العبوه 304 ستانلس انر لايرز، اللايرز اللي جوه نوع الستانلس بتاعه او رقمه 304، ده نوع من انواع الستانلس. حلو جدا، فخم جدا، شيك جدا. هنفتح العلبه هنلاقي نظام الفتح والقفل بتاعها حلو جدا ومميز، تضغطوا من فوق تفتح معاكم، وبعدين انا رجعت قفلتها وفتحتها عشان اشوف شكلها من جوه. هتلاقوا كمان ان الجزء اللي فيه الفتح والقفل ده من تحت فيه مصفى اوريدي، عشان برضو لو انتوا حاطين تلج، لو انتوا حاطين حاجه فيها نعناع، حاطين فيها اي حاجه من ديت، مش هتيجي معاكم وانتوا بتصبوا جوه الكوبايه. حاجه بصراحه في منتهى الشياكه. الاستلس حلو جدا، الساعه بتاعتها حلوه جدا، والساعه بتاعتها على فكره 800 ملي، حلوه تشيل يعني قرب تقريبا اللتر، فبصراحه حلوه قوي وتحافظ على الحراره وتقعد معانا فترات كبيره. للناس اللي كانت دايما تسالني على الحاجات اللي ممكن تقعد معانا فترات طويله، قاعدين في المدرسه بيقعدوا اكتر من 6 ساعات، فبيحتاجوا حاجه تكون سخنه خصوصا في ايام البرد، انا انصحكم بيها قوي، وهي معاها الكوبايه، يعني ده النوع ده مع الكوبايه. النوع اللي بعده هو بالنسبه لي احلى واحسن كتير، بس ما فيهوش الكوبايه. النوع اللي بعده، وانا بصراحه حبيت الالوان بتاعته وحبيت اكتر لون فيهم اللي هو اللون النبيتي دوت، حلو قوي. جاي منه 3 الوان، الازرق والابيض والنبيتي، او كمان كحلي، كحلي وابيض ونبيتي. تعالوا نقرا اللي مكتوب على العبوه الاول وبعدين نفتحها. هنلاقي ان هو معموله من نوعين ماتيريالز مختلفه، مش ستانلس فقط. هنلاقي 304 الستانلس ستيل اللي احنا اتكلمنا عليه، وتلاقوا 316 ده نوع من انواع الفولاذ اللي بيحافظ على الحراره، دي اول حاجه. تاني حاجه ما بيصديش خالص، انا دخلت ودورت عليه عرفت ان الماده دي ما بتصديش، تحافظ على الحراره فترات طويله، وعشان كده معمول منها نوع الزمزميه دي او نوع الترمس دوت، يعني حابين تسموه ترمس اتس فاين، حابين تسموه زمزميه، انا بالنسبه لي عادي كلهم زمزميات، بس دي ستانلس ودي بلاستيك. الزمزميه الستانلس دي خطيره عشان الماتيريال بتاعتها رهيبه، والحاجات اللي بتحتفظ بيها ودرجه الحراره بتحتفظ بيها زي ما هم كاتبين اب تو 12 ساعه، لحد 12 ساعه. هي طبعا مش زي دي، مش زي اللي فاتت، اللي فاتت بتحتفظ بعدد ساعات اكتر، دي عدد الساعات فيها اقل، بس انا متاكده ان الحاجه هتفضل سخنه سخنه نار، مش زي دي، دي كده الحاجه فاهمين بتقل شويه شويه شويه، لكن دي هتفضل سخنه ل 12 ساعه، فاهميني؟ لما نيجي نفتح العلبه نفسها هنلاقي مكتوب على الغطاء ساس 304 اللي هو الستانلس ستيل اللي قلت لكم عليه العادي. هنلاقي مصفى، وهتلاقوا المصفى شكلها كيوت جدا وشيك قوي، والخامه لما تيجوا تمسكوها هتحسوا فعلا ان في فرق، في كده حاجه كانكم ماسكين حاجه هاي هاي كواليتي، مكتوب عليها ساس 304 برضو. من جوه انا بصراحه حاولت ان انا اصورها لكم بس هي مش باينه، انا شايفاها بعيني. مكتوب بقى تحت ساس 316، وهي الخامه اللي معمول منها الفولاذ اللي بقول لكم عليه المقاوم للصدأ دوت، فظيع. وكمان الساعه اللترية بتاعتها على فكره يا جماعه 800 ملي،
في برضو بعض الانستركشنز اللي مكتوبة على العبوة بقى نفسها، هي هاي فاكيوم دبل لايرز، ينفع ان هي تستحمل السخن والبارد لان هي فاكيوم لايرز، ما ينفعش ان احنا نحطها في الديش ووشر تو كلين ات، احنا بس هنغسلها على ايدينا، ما ينفعش ان احنا نحطها في غسالة الاطباق تحت اي ظرف. كمان كاتبين في الجملة اللي بعدها ان احنا ما ينفعش نستخدمها ابدا زي المايكرويف، عشان في ناس بتعتقد ان هي عشان سخنة كده وبتفضل الحاجة سخنة سخنة ل 12 ساعة مستمر، فان احنا ممكن نستخدمها زي المايكرويف، ده اكبر غلط، هي مش بتستخدم زي المايكرويف، هي مش بتسخن، هي بتحتفظ بالحرارة فقط. كمان ما ينفعش يتحط جواها الدراي ايس. كمان عشان تاخدوا احسن نتيجة تخلوا المية اللي جواها او السوائل اللي جواها تفضل باردة او تفضل سخنة، ان انتوا تحطوها اصلا باردة او سخنة، ما تعتمدوش على الترمس نفسه او الزمزمية نفسها ان هي اللي تبرد او هي اللي تسقع. نفس الفكرة ونفس الجملة اللي قايلينها في موضوع ان احنا نستخدمه as a microwave. وبس كده اكون خلصت ال 30 نوع من الزمزميات والكوبايات والترامس اللي موجوده قدامي. السنه دي انا حبيت ان انا اعمل كوليكشن مختلف، ما يكونش حاجات زي المرات اللي فاتت، ما يكونش حاجات تقليديه، حاجات اشكال، حاجات ليها فكره، حاجات ستانلس، ترمس، او الحاجات اللي بتحتفظ بالحراره زي ما انتم بتحبوا تقولوا عليها. المهم ما تنسونيش في اخر الفيديو بلايك شير كومنت سبسكرايب يوتيوب شانل، ودوسوا على جرس الاشعارات، وقولوا لي في الكومنتس ايه تاني حابين ان احنا نعمل عنه فيديوهات في الفتره اللي جايه قبل ما تدخل علينا المدرسه، او لو دخلت علينا خلاص الدراسه مفيش اي مشكله ولسه ما جبناش الحاجه بتاعتنا. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوز تانية كتير، ريفيوز، فلوجز، وحاجات كتير كتير كتير. ويا مساءكم فل او صباحكم فل على حسب الوقت اللي بتشوفوا فيه الفيديو ده. وبس كده، باي باي.